انطلقت فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. يأتي هذا في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27، وخلال المؤتمر تمت مناقشة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقها مجلس الوزراء. مبادرة المشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة تم إطلاقها من خلال دولة رئيس مجلس الوزراء في نهاية أغسطس 2022 لتحفيز المحافظات والمجتمع المدني والأفراد والهيئات والشركات الناشئة للمشاركة في هذه المبادرة. طبعا المدة الزمنية كانت مدة صغيرة جدا، ولكن المحافظات اشتغلت بشكل سريع على نشر وعي هذه المبادرة. ومنذ إعلان المبادرة في أغسطس الماضي واشتغلت المحافظة على المبادرة طبقا للتوجيهات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، واشتغلت المحافظة تكونت اللجنة التنفيذية، تقدم عندنا في المحافظة حوالي 222 مشروع. في الآخر اللجنة استقرت على 27 مشروع تنطبق عليهم الشروط الستة اللي منزلهم الوزارة. كنا بنبحث عن المشروعات اللي بتقدم نفع فعلي للناس على الأرض. احنا عندنا في محافظة بني سويف المشروعات المقدمة في مشروعات بتستغل المميزات النسبية اللي موجودة عندنا، بتستغل العلم، زي في مشروعات قائمة على النانو تكنولوجي، في مشروعات قائمة على المناطق الخلابة اللي موجودة في المحافظة. عملنا مبادرة اسمها مبادرة بلدنا تستضيف في قمة المناخ، واللي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة ومنصة الفيوم للتغيرات المناخية. المبادرة كانت بتهدف إلى توعية المواطنين والأجهزة التنفيذية بتحضير لكوب 27. مشروع بيهدف إلى أن احنا نسترجع جزء من تراب البيباص عن طريق إجراء بعض الإجراءات الكيميائية، واستفيد به كمدخلات للصناعة مرة تانية، بالإضافة لأن الأملاح الزائبة اللي موجودة، الأملاح دي أقدر أطلع منها أسمدة تستخدم في الزراعة كسلفات البوتاسيوم.